يتراءى لمن ينظر من بعيد أن هذه هياكل سيارات مهملة، لكن الفن دخل من أوسع الأبواب هنا. في الداخل غرف للمبيت مكتملة العناصر، تفاصيلها معتنى بها، وكل اللمسات فيها إبداعية. هي من بنات أفكار إياد، بدأت كهواية ثم رتبها أكثر كمشروع تجاري يضمن له مدخولاً في ظل الأزمة الاقتصادية. بظل هذه الأزمة الاقتصادية اللي عم نمرق فيها، ما حدا بيكون ستيبل هلأ بشغله، يعني ما معروف لوين واصلين. فهذا البروجيكت اللي عم بعمله معقول كتير عم بيساعدني فاينانشل، لأنه كفي في حال لا سمح الله خسرت وظيفة مثل ما عم بيصير بكل الشباب، أو أني اضطر سافر لبرات لبنان، مع أنه ما بحب نهائياً. عم جرب قد ما أقدر أعمل شيء بضاعتي بلبنان ببلدي كرمال ما سافر. يعني تحتضن تلال بلدة معاصر الشوف في جبل لبنان هذا الفندق الفريد، يندمج زائروه مع الطبيعة، فهو متنفس مثالي لهم. العالم هلأ هالفترة رح تشجع أكثر شيء السياحة الداخلية، لأنه كانوا مرقوا بفترة كانوا محجورين بالبيت وما قدروا يظهروا، وخصوصي العالم العايشي ببيروت وما عنده محل كانت تظهر عليه أو تلجأ له بهذه الفترة. فالعالم كثير عم تجي وعم تحب تعمل سياحة داخلية، لأنه كمان ما بقى فيهم يسافروا لبرا مثل قبل، يعني الأسعار كانت عم تصير غالية. عشاق الطبيعة هم من يتآلفون أكثر مع هذا الفندق، فهي تجربة تشابه التخييم ولكن مع إقامة مرفهة أكثر بالخدمات، تضيف مساحة فريدة للترفيه في بلد ترتفع فيه تكلفة كل شيء وتحتد الضغوط النفسية على ساكنيها. البساطة هنا رديفة للفرادة. في هذا المشروع الكثير من الشغف والأمل أيضاً بأن في هذه البلاد ما يستحق الإبداع والمثابرة. ليال خروبي اليوم الشوف.